كنحس براسي ثقيل في البريباراسيون، كنمشي بطيء جدا باش نخدم غير حاجه واحده كنجلس فيها نهار. عندي الفهم ثقيل وهذا الشيء مرضني، حيت كل مره كنحس بلي مازال المواد الاخرين وكل ما داو شحال فيها وكنبقى شاغل بالي بزاف في هذا الشيء. علاش انا هكا؟ علاش الاخرين غاديين ديما مع الاستاذ وكنشوفهم كيفهموا دغيا والمواد كاملين شادينهم وما كيفوتهم والو، وانا ثقيل غير حاجه واحده كنبداها وما كنساليهاش؟ واش انا بليد؟ واش هما عطاهم الله العقل وانا عطاني شي حاجه اخرى؟ واش هما مكملين وانا غير كامل؟ شنو ناقصني وفين كاين المشكل؟ الا كانوا كيجيوك هاد الاسئله في بالك وبعض الافكار اللي كيبقاو ياثروا فيك في المسار الدراسي ديالك وكيحبسوك باش ما تخدمش وكيحيدوا لك الحماس باش تنوض تقرا وتوجد دروسك والامتحانات ديالك وكيبلوكيو كتولي تقلب غير على شي حاجه تلف بها ولا تهز التليفون ولا تفرج في التلفازه وتولي جالس كتضيع في الوقت وتفكر باقا لك هذه ما خدمتهاش وهذه ما خدمتهاش وما كانش تنوض وانت باقي كتضيع في الوقت ولا تخرج الزنقه ولا تنوض غير تنعس. فمن اليوم ما غاديش يبقى عندك هذا المشكل ان شاء الله، وغادي تنوض تخدم من دابا، وفي النهايه يرجعوا لك هاد الاسئله على بالك تفكر هاد الشيء اللي غادي نقول لك. يلا سي بارتي. اي واحد فيكم خصو يعرف بان النظام هو اساس كل عمل ناجح، بمعنى اي واحد شفتيه ناجح في قرايته ولا في خدمته ولا في اي حاجه كيديرها فالسبب هو حيت عنده برنامج كيخدم عليه بشكل دائم وثابت ديما كل نهار. يعني انت الا جيتي وبغيتي تبدا وتفهم في الاول وتسالي بالزربه فانت اللي باغي تمرض راسك، حيت اي حاجه كتمشي بشويه بشويه، ماشي بالضروره نجبد المواد كاملين ولا غير ماده واحده ونقول خاصني نسالي هذا غيا نو ماشي هذه هي الطريقه. هذوك اللي كيبانوا لك ديما فاهمين راه ديما كيوجدوا في الدار وكيخدموا كل ماده وكيعطيوها وقت محدد وعندهم نظام في الخدمه ديالهم، وبالتالي انت شنو غادي دير دابا؟ الا كان مازال لك لوقت الامتحانات غادي دير برنامج للاسبوع ديالك كامل وحط فيه الوقت اللي تكون قاري فيه والوقت اللي عندك خاوي، وغادي دير كل نهار تخدم حاجه وتمشي على هذا البروغرام. ولا كان الوقت ما بقاش لك بزاف راني شارح في القناه في بزاف ديال لي فيديو طرق باش توجد الامتحانات ديالك اللي كيعتمدوا على الحوايج الاساسيين كالاسئله اللي كتحطها في الامتحان وتخدم التمارين وتعرف الاسئله اللي كيتعاودوا، وناخذ من الكور غير داكشي اللي شفت في التمارين ونخدم الاساسي فقط داكشي باش غادي نجاوب في الامتحان، وبالتالي كلشي بين يديك. خاصك غير تعرف راسك فين وتبدا تخدم. وغادي نعاود نقول لك وناكد لك بان النظام هو اساس كل عمل ناجح. ولا مشيتي حتى خليتي المواعين تجمعوا لك في الكوزينه وتجي في واحد الوقيته تقول لي انا غادي نغسل المواعين كاملين، راكم عارفين شنو كيوقع والعجز اللي كيشدكم، حيت كون كان النظام والحاجه اللي تحطات كتغسل ما غاديش يجيك داكشي ثقيل، وبالتالي غادي يكون خفيف ضعيف وبالك مرتاح وغادي مزيان. فنظم وقتك مزيان وحيد منه كاع الحوايج اللي غادي يلهيوك ويحيدوا لك تركيزك وبدا تخدم وراك ما ثقيل ما والو. كون ثقيل في المحافظه على البروغرام ديالك وما تكونش خفيف تبداه وما تكملش وغادي تفاليدي وتنجح ان شاء الله. فوالا سيتي توس بور سيت فيديو اوجوردي، جيسبر كو فوز ابلي، جو فو سويت ان غران اي ان بون كوراج، اسيو نيكست تايم.